بابا عبادي رئيس الجمعية المغربية للوقاية من حوادث الشغل. في هذا الوقت كان يعيشوا واحد اللحظة ديال الناس الضحايا اللي عندهم الحق ينتفعوا من زيادة في الإيراد ولحد الآن مازال ما خداوهاش، لحد الآن مازال ما خداوهاش. وهذا راجع المؤسسة اللي كتصرف هاد الزيادة في الإيراد، المؤسسة اللي كتصرف هاد الزيادة في الإيراد وهي الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين. هاد الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين اللي مخول له القانون باش يصرف هاد الزيادة، لكن قد يتحولات من وزير الشغل إلى وزير الصحة. كان واحد الإشكال ديال شكون اللي غيوقع على هاد الزيادة، إذا الموافقة كتمشي من عند الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، طلب مكتوب كيمشي للوزير المعني بالأمر اللي هو الآن وزير الصحة والحماية الاجتماعية وكيوافق له وكتخرج الزيادة. وهاد الناس الضحايا ضايعين، ضايعين علاش؟ لأن أولا مشات لهم الصحة ديالهم، ثانيا كانوا هما بعدا مدنيين ناشطين كانوا خدامين وتعرضوا لهاد الحوادث أو تابوا أمراض مهنية ولزماتهم الفراش أو الجلوس في الديور ديالهم. هاد الضحايا من حقهم هاد الزيادة، علاش؟ لأن المشرع حط هاد الزيادة لهاد الضحايا الوقت اللي كتغلى المعيشة. وحنا كنعرفوا بأن الناس اللي خدامين دابا ما مصابين لا بحوادث لا والو، أو كانوا موظفين أو مستخدمين، راهم هما تزيروا في هاد الوقت، لأن الوقت صعابت بزاف، وهاد الضحايا من حقهم ياخذوا هاد الزيادة. راه كاين مراسيم خارجة من بينهم المرسوم ديال 2011، المرسوم ديال 2014، المرسوم ديال 2015، والمرسوم ديال 2019 و 2020. وهاد المرسومين الاخرين هما اللي غادي نذكروا عليهم. علاش هاد المرسومين الاخرين ذكرين؟ لانهم هما اللي جاوا جداد من بعد واحد سنوات ديال العجاف كل الحقيقه للضحايا. اما الضحايا كان فيما تيجي الحد الادنى للاجر، المرسوم كيستافدوا من الزياده ديالو مدة العامين او لا ما تجاوش 3 سنوات بعد ما كانت المصالح الاولى شاد هاد الملف. لكن هاد الملف ملي شداتو الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين عرف شويه واحد الاهمال، كاين اهمال بالنسبه للصندوق من ناحيه ديال الضحايا. الضحايا الله يكون في عونهم. المراسم اللي جات جديده وهي مرسوم رقم 19/2/1424 بتاريخ 26 يونيو 2019، والمرسوم الثاني اللي جا بنفس المرسوم وحدد التاريخ ديال الاستفادة ديالو من 1/7/2020. اذا كاين الزيادة ديال 1/7/2019 اللي الحد الادنى للاجور اللي ولا هو 32329.44، والحد الادنى الثاني اللي جا في 1/7/2020 اللي هو 33885.28. لهذا الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين عليه باش يفعل هاد المراسم، وخاص الضحايا يستافدو من هادشي، لأن دابا كنلقاو الضحايا اللي عندهم مثلا استعانة بشخص آخر مازال كيتقاداو 28.5 ديال الدراهم فاصلة 12 اللي كانت جات في المرسوم ديال 2011. بينما هاد المراسم ديال 2019 ديال 1/7/2019 و 1/7/2020 مازال ما تفعلوش، وخاص الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين هو اللي يسهر على هذا الطلب باش الوزارة أو المعنية بالأمر باش يستافدوا هاد الضحايا، لأن المعيشة راه غلات. زيادة في الإيراد اللي كاينة خاص المرسوم ديال 1/7/2019 خاصو يتنفذ، المرسوم ديال 1/7/2020 خاصو يتفعل تاهو، وخاص الجهات المعنية اللي هو الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين خاصو يسرع على هادشي ويفعلو في أقرب الوقت، لأن راه الضحايا كيعانيو بزاف. إضافة لداكشي الضحايا اللي عندهم الكسايت في 2013 و2014 الآن ما عمرهم ما استافدو من الزيادة. أشنو الذنب ديالهم؟ أشنو الذنب ديال الضحايا اللي مازال ما استافدوش؟ والكسيدة وقعلو في 2013 ما عمرهم ما خدات 1 سنتيم ديال الزيادة. هذا ضرر،
ضرر في الحقيقة بالنسبة للضحايا والمصابين بالأمراض المهنية. الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين خاصو يعمل ما بوسعه حتى يرضي الضحايا، لأنه هو اللي كيتحمل المسؤولية ديال هذه الملفات. وهذه الملفات راه واحد العدد كثير ديال الضحايا اللي عندنا، راه دابا إلا كنستافدو 40,000 ضحية من الإيراد، راه كاينة 120,000 ولا 130,000 ضحية وأرملة ما كيستافدوش الآن. أرامل داك اللي ماتوا لهم رجالتهم في 2014 و 2015 أو 2012 و 2013 وكان خاص رجالتهم يدوا الزيادة ما داوهاش، ماتوا هما. إذا الحكم ديال تحويل الإرادة علاش غادي يتعطل باش ما تاخذش هاد المرأة الزيادة ديالها؟ أما بما يخص الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، راه حنا جلسنا معاه، تناقشنا معاه، درنا معاه لقاءات، درنا حضرنا ندوات، درنا معاه ندوة، درنا ندوة ومع استدعيناه وما حضرش ليها، استدعينا وزير الشغل وما حضرش، وزير الصحة وما حضرش. وعلى التالي الصندوق تيطلبنا بالوصايا اللي خرجنا بها من خلال الندوة، وهاد الندوة كانت كلها لصالح ديال الضحايا في الحوادث الشغل والأمراض المهنية في إطار ديال الورش اللي جا به صاحب الجلالة ديال الحماية الاجتماعية للمواطنين. تحياتي.